هنعمل بقى دلوقتي عيش بس معجون بالروزماري. 3 كوبايات دقيق، 3 فصوص ثوم، معلقة كبيرة روزماري مفروم فريش، معلقة وربع ملح، 3 ارباع معلقة من الفلفل. مش عارفة هم غضبانين على الفلفل ليه، يعني كله بيتحط إلا الفلفل، مش عارفة قصدهم إيه. نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، كوباية ونص من المية ممكن نستخدمهم وممكن لأ، أو يعني ممكن نستخدم أقل، معلقتين من دقيق الذرة الأصفر مسمي بالله، الدقيق، الخميرة، دقيق الذرة الأصفر، الملح، الروزماري، الفلفل الأسود، الثوم، الثوم ممكن يبقى بودرة، وبعدين نبتدي ننزل بالمية. دي عجينة فيها خميرة فهعجنها واسيبها تخمر، وبعدين اشكلها واسيبها تخمر، وبعدين افردها واسيبها ترتاح، وبعدين اسويها. كل واحد 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق. اخلط الاول المقدار ده كويس قوي قبل ما انزل الميه، عشان الميه لما بتنزل بتقلل الامتصاص بتاع او توزيع المكونات، وبعدين ابتدي انزل الميه واعجن. هقول لكم بقى العكس، اللي معاه عنده عجان يعجن بالعجان. ولم العجينه وما استعجلش في تنزيل السائل، ممكن استخدم اقل وممكن استخدم اكتر حسب نوع الدقيق اللي عندي، وما استعجلش، لازم اخد وقتي ان انا ادخل المقدار في بعضه. دايما العجينه بالذات اللي فيها خميره يفضل تعملوها عجينه طريه وتسيبوها تخمر، وبعد كده اذا حبيتوا ترشوا رش الدقيق بيبقى احسن كتير. ليه؟ عشان ما يطلعش منكم العيش ناشف. تيجوا عارفين العيش اللي هو بيبقى اللي احنا بنسميه في مصر العيش المسكع، عارفينه ده، ان هو تلاقيه كده مش العيش كده اللي هو الحلو. تمام، ادي العجينه، اغطي واسيبها تخمر، وبعدين اقوم عاملاها كور واسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعدين ابتدي افردها، وبعدين اسيبها ترتاح بعد الفرد شويه 10 دقايق تانيين، وبعدين ابتدي اسوي. طيب النشابه، طيب العيش ده حاجه من الاثنين، يا افرده على دقيق يا افرده على زيت، زي ما انتم عايزين براحتكم. انا هفرده على زيت عشان بس نبقى عملنا اشكال واطعم مختلفه، لكن ممكن يتفرد على دقيق عادي جدا مفيش مشكله. اجيب الزيت، نحط الزيت هنا بس، غلسه اهو، وبعدين احط الرغيف، وبعدين ايه، ابتدي. سامعين الصوت ده؟ صوت الهواء اللي جوه العجينه، صوت التخمير اهو، حلو. وبعدين اقوم واخده ده ورايحه هنا، بسم الله. تاني اللي بعده، واطلع طبق اطلع عليه رغيفه العيش دي عشان اقدمها. وينفع نفرد على دقيق، ده نتيجه وده نتيجه، ده طعم وده طعم، ده شكل وده شكل، كل واحد حر، مره كده ومره كده مفيش مشكله، تغيير حلو ومطلوب. احنا عملنا انواع عيش في البيت سهله بسيطه، ما فيهاش ادوات، ما فيهاش تعقيدات، ممكن كل يوم ناكل عيش طازه في البيت زي ما انتم شايفين كده، كل يوم ناكل عيش طازه في البيت، كل يوم الولاد ياكلوا عيش في البيت منه فيه كده، من غير حتى ما احط لهم حشوه ولا احط لهم حاجه. الولاد اللي بيحبوا يمسكوا الرغيف العيش كده ويقرقضوا فيه زي ما بنسمي بالمصري يبقى حلو برده، بس هو نفسه مخدوم وجواه فايده كويسه. ادي العيش اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. الطاسه تكون سخنه والعيش يكون مفروض كويس عشان يدوبك التقلبتين والموضوع يخلص.